حالتي النفسيه صعيبه بزاف لانني بوحدي ما عنديش لي فهمتي لي تخليا، انا مريضه ما عنديش لي تخليا، ما عنديش لي يخرج يجيب لي شي الا احتاجيت شي حاجه الا مرضت ولا اسميتو. هذا هو المشكل ديالي كبير انا اللي كاين اللي كنعاني به. لا حتي هانيه مزيانه من داك التراس، من داك شي حاجه اللي هي مصلحه ديال العموم. علاش انا افضل شنو السبب؟ المصلحه ديالنا في هذيك، علاش ما فيهاش العيب؟ راه ما نخرجوش كاع حنا، شنو كاين المشكل؟ فرنسا كنخرجوا ساعه، داك اللي ما خدامش عندك ساعه تخرج ترجع لداركم في النهار كله، من الصباح كتخرج ساعه. ايوا الو راه ما احسن لك تخرج النهار كله تيلا شي وسدوا عليك شي مشكل، هذا كيجي داك شي عادي. الشهر ديال رمضان المبارك على جميع الدول الاسلاميه والعربيه ما كنخدمش، واللهم لك الحمد مع هذا الحجر الصحي راه 8 كتلقاني في قبل 8 راه 6 ونص كتلقاني في الدار كنفطر مع راتبي وكنبقى مريح. ما بالنسبه لنا حنايا راه بقى فينا الحال على الجوامع اللي سادين التراوح اللي ما تنصليوهمش، ما بالنسبه لي انا نخرج ولا ما نخرجش عادي. رمضان مناسبه ديال المغفره فهمتيني من الذنوب وكل شيء. المشكل اللي وقع هو كاين الحظر ديال التزور وكاين الحظر الصحي، كاينه فهمتيني منع الانشطه اللي هي مديره للدخل بزاف ديال المواطنين المغاربه منذ بدايه الحظر ليومنا هذا فهمتيني، بقاو تيعانيو في صمت وتيعانيو وسط الدور ديالهم. المشكل اللي هو عاويص فهمتيني، رمضان تيبقى رمضان من الوضع ديال المغربي طيله هذه المده ديال الوباء، وضع اللي ماشي هو طبيعي. هذيك المساهمات اللي دارت الدوله فهمتيني مشكوره ما كافياش، كاينين الناس اللي هما منقطعين على الشغل ما عندهم لا تعويضات عائليه لا والو من شهر 7 لدابا. السي رئيس الحكومه يدير راسو في بلاصه الناس هذه ويوصل الهموم ديالهم لاعلى سلطه في البلاد، هو الممثل الوحيد ديال الشعب المغربي، هو اللي يدير راسو في بلاصتنا حنا ويوصل الهموم ديالنا للسائر، يوصل الهموم ديالنا لاعلى سلطه في البلاد. الناس راه تيعانيو، مازال الناس اللي تيهضروا وكذا راه كوميم تيتنفسوا، اما راه كاينين الناس اللي تيعانيو في صمت. ورمضان راه تيبقى رمضان سعيد لكل المسلمين في العالم.